السلام عليكم ورحمه الله وبركاته اهلا بكم في مطبخ نوجا لاشين بسم الله والصلاه والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم ازيكم يا حبايبي عاملين ايه يا رب تكونوا بصحه وبالف خير ان شاء الله النهارده عملنا فيديو جديد عن الكريب الكريب طبعا كلنا بنحبه كبار وصغار ودايما بنشتريه من بره فتعالي نعمله النهارده في البيت والمقادير ولا ابسط من كده ولا اسهل من كده وعندك في المطبخ وفي ثواني هتبقي محضراه شايفه شكله وشايفه التسويه بتاعته وشايفه الليونه بتاعته وانا بطبقه حلو جدا وشكله ولا اروع من كده وطعمه تحفه بجد حلو قوي لازم أن تجربوها وان شاء الله انت بعد ما تخلصي الفيديو هتقومي تعمليها على طول بسم الله الرحمن الرحيم عشان طبعا اعمل الكريب بيبقى سهل وسريع ويبقى سهل معايا اول حاجه انا هجيبها شفشق الخلاط وفي شفشق الخلاط هحط فيها كوبايه لبن كوبايه لبن وكوبايه الا ربع دقيق ومعايا بيضه واحده وثلاث معالق زيت كبار ومعلقه سكر صغيره وربع معلقه ملح صغيره ومعايا هنا معلقه خل الخل هنا محسن وبيحسن من مستوى الكريب كله كده في الشفشه عشان خاطر يبقى سهل معاك مش هنجيب بقى طبق ونضرب الحاجات دي كلها لا ده هو في الخلاط اسهل حاجه وهيضرب حلو جدا شايفه بعد ما ضربته كويس جدا في الخلاط وطبعا المقادير انا لك في صندوق الوصف هجيب بقى طاسه وما الطاسه دي بتلزق يعني طاسه تفال او اي حاجه وديها دهنه زيت كده وفضيت كده الكنف الشفشة في الطبق وبالكبشة كده اخد كبشة وروح فرديها بس طبعا لما تكون الطاسه سخنه جدا اروح نازله ايه بكبشه كريب وروح فرديها بايه بظهر الكبشه ما تحركيش في المرحله دي خالص اول ما تلاقيه كده بص هيتقطع معاك لو انت اتحركتيها قبل ما تستوي لازم تاخد تشميع من تحت اول ما تبدا تفر... آه تتحرك معاكي اقلبي اقلبيها بقى لكن غير كده ما تعمليش يعني اول ما تلاقيها بتتحرك معاكي خلاص هقلبها على الناحيه الثانيه ادي تاني واحده برضو اهي وبرضو مش هاجي ناحيتها خالص اول ما تتشمع معايا خالص كده وتبدا تتحرك اروح قلبها على الناحيه الثانيه هي الحكايه كلها في دقايق هتبقي محضراها شايفه اول ما يبدا الشمع معايا كده على طول بسم الله واروح محركه ايه قلبها على الناحيه الثانيه هتاخد برضو لون على الناحيه التانية كده هيبقى معاكي كريب سريع جدا وسهل جدا ومقادير كلها عندك في المطبخ وشايفه اهو شايفه شكله طري جدا وحلو جدا ولما تحطي فيه اي حشوات هيبقى سهل معاكي قوي بس انا النهارده قلت اعرفك ازاي تعرفي تعملي الكريب بطريقه سهله وسريعه شفشق الخلاط تضربي فيه كل المقادير سهل أوي قوي قوي اسهل كمان ما بتضربيه في مضرب البيض والحاجات دي كلها الخلاط اسهل حاجه وفي دايت ما محضراه طبعا الكريب دوا من الحاجات اللي احنا كلنا بنحبها وده كان الفيديو بتاعنا النهارده لايك وشير للفيديو